السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا في محاضرة جديدة من مادة السيطرة، ومحاضرتنا لهذا اليوم هي استكمال لما أخذناه في المحاضرات السابقة من موضوع الروت لوكس وعمل رسمة إلى. وأخذنا منظومات مختلفة في المحاضرات السابقة، واليوم راح نأخذ منظومة من الدرجة الثالثة. وهذه المنظومة اللي نشوفها أمامنا بالبلوك دايجرام، لاحظ عندنا عزيزي الطالب هذه المنظومة هي من الدرجة الثالثة، لأنه عندنا بالفيد فورورد الترانسفير فانكشن هي K في S زائد الواحد على S في S زائد الاثنين. لاحظ عزيزي الطالب هنا عندنا 0-1 بالبسط، وعندنا 2 poles بالمقام، وأيضا عندنا pole آخر موجود في الفيدباك path. هذه المنظومة تعتبر مو يونيتي فيدباك سيستم، هذه المنظومة لا تعتبر يونيتي فيدباك لأنه عندنا موجود بول في الفيدباك باث، وهذا يجعل المنظومة نون يونيتي فيدباك سيستم. عزيزي الطالب حتى نطلع الكاركترستيك كويشن راح نقول 1 plus GH of S equal to 1 plus ناخذ حاصل ضرب G مع ال H ونحصل على الكاركترس إكويشن بعد ما نساوي القيمة هذه إلى الصفر. لاحظنا عزيزي الطالب عندنا مثل ما قلنا عندنا 0-1 يعبر عن اللتر هذا M، الM هو number of zeros، وهنا عندنا الN تساوي 3 اللي هي number of poles. إذن السيستم مالتنا هو third order لأنه الS مرفوع على القوة 3 في مقام الكاركترستيك إكويشن. إذن مثل ما ثبتنا سابقا البولز موجودة، لاحظ عند الاس يساوي 0، وعند الاس يساوي ناقصا 2، وعند الاس يساوي ناقصا 3، وعندنا 0-1 موجود عند الناقص 1. إذن حتى نقوم بعملية رسم الروت لوكس لهذه المنظومة نبدأ بالخطوات اللي تعلمناها، وهي ابتداء الخطوة الأولى هي معرفة البولز والزيروس للمنظومة وتسقيطها على الاس بلين. لاحظ هنا أنا سقطنا البول اللي هو الزيرو، وأيضا سقطنا الزيرو اللي قيمته ناقصا 1، وسقطنا البول اللي قيمته ناقصا 2، والبول الآخر اللي هو قيمته ناقص 3. إذن هذه هي النقطة الأولى لرسم الروت لوكاس، هي تحديد المواقع للبولز والزيروس على الاس بلين. النقطة الثانية اللي لازم نسويها حتى نتم عملية رسم الروت لوكاس هي تحديد أماكن الروت لوكاس على الريال أكسس. لاحظ عزيزي الطالب من الرسم اللي أمامنا أنه عدد الروتس اللي موجودة على يمين الريال أكسس إذا كان العدد فردي فيوجد روت لوكاس، وإذا كان العدد زوجي معناته لا يوجد روت لوكاس على الريال أكسس. فمثلا مثل ما تشوف حاليا عندنا هنا النقطة، هذا عندنا النقطة هذه اللي هي أول بول عندنا اللي هو آد زيرو. لاحظ منطقة الريال أكسس الموجبة عندنا النمبر أوف روتس اللي موجودة على جهة اليمين تساوي 0، إذا في هذه الحالة لا يوجد روت لوكاس لأن العدد زوجي. ننتقل للنقطة أو المنطقة الثانية من الريال أكسس، لاحظ هاي النقطة أو هاي المنطقة اللي هي بين البول اللي قيمته 0 وبين الزيرو اللي قيمته ناقص 1. لاحظ النمبر أوف روتس على يمين هذه المنطقة هو روت 1 وهو هذا البول، إذا يوجد عندنا روت لوكاس يمتد من الزيرو إلى الناقص 1 بالنسبة للأسبلين على الريال أكسس. ننتقل للسكشن الثالث من الريال أكسس، لاحظ عزيزي طالب في هذه المنطقة عدد الروتس على يمين هذه المنطقة هو 1-2 وهو عدد زوجي، إذا لا يوجد روت لوكاس في المنطقة المحصورة بين الناقص 1 والناقص 2 على الريال أكسس النيجاتيف. ننتقل إلى السكشن هذا من الريال أكسس وهو السكشن الرابع، لاحظ عزيزي طالب عدد الروتس اللي موجودة على يمين هذه المنطقة هي 1-2-3، إذا العدد فردي، إذا يوجد روت لوكاس يمتد من الناقص 2 إلى الناقص 3. ننتقل للمنطقة أو السكشن الخامس من الريال أكسس ونشوف بأنه عدد الروتس اللي موجودة على يمين هذه المنطقة هي 4 وهي 1-2-3،
إذن فور روتس، إذن هذه المنطقة لا تحتوي على روت لوكاس لأنه العدد الروتس اللي عليه من هذه المنطقة وعدد زوجي، لذلك ما نرسم روت لوكاس في هذه المنطقة. مثل ما تعلمنا سابقا بأنه الروت لوكاس يبدأ من بول وينتهي في زيرو. لاحظ هنا عزيزي طالب، البول اللي عند الصفر يبدأ من عند الروت لوكاس يرسم، وإذا لاحظ بأن الروت لوكاس يتوجه نحو الناقص واحد، إذن بدأنا ببول عند الصفر وانتهينا بزيرو عند الناقص وان. ومثل ما نعرف أيضا أنه قيمة الكي عند هذا البول هو قيمة الكي تساوي صفر، ولكن عند الزيرو هنا اللي هو عند الناقص واحد اللي هو الزيرو مالتنا يكون قيمة الكي تساوي للإنفينيتي. المنطقة الثانية اللي موجود بها الروت لوكاس اللي هي بين الناقص اثنين اللي هو البول الأول، وعندنا الناقص ثلاثة اللي هو البول الثاني. وتلاحظ عزيزي الطالب بأنه التو بولز هذه يحتوي بيناتهم الرسم على روت لوكاس، وبما أنه البول الأول هو ناقص اثنين والبول الثاني هو ناقص ثلاثة، إذن ما معناته أنه راح يتحرك الروت لوكاس باتجاه نقطة ما تقع بين الناقص اثنين والناقص ثلاثة، ويصير عندنا ديبارتشر، وهنا راح يصير بريك اواي للروت لوكاس ويتوجه الرسم أحدهم للأعلى والآخر للأسفل، والمفروض يكون عندنا هنا بريك اواي بوينت، وينتهي الروت لوكاس عند الانفينيتي وعند الماينس انفينيتي، وذلك لأنه عدد البولز لا يساوي عدد الزيروز، فالبولز هذه الاثنين الرسومات مالتها تنتهي عند الانفينيتي والماينس انفينيتي لأنه ما عندنا زيروز تساوي عدد البولز في هذا المثال. نجي على النقطة الثالثة وهي تحديد عدد المحاذيات ونقطة تقاطعها مع الريال أكسس وزوايا ميلانها أيضا مع الريال أكسس. لاحظ عزيزي الطالب هنا عندنا نحدد عدد المحاذيات بأخذ الفرق بين عدد الزيروز. لاحظ هنا عندي زيرو واحد وهنا عندي بولز عددها ثلاثة، فالفرق بيناتهم يساوي اثنين، إذا المفروض عندي تو أسيمتوتس، المفروض عندي تو أسيمتوتس أو محاذيين، واحد من عندهم يكون عند الزاوية 90 والآخر عند الزاوية 270، وراح نلاحظهم من المعادلة التالية. راح نطلع الزوايا اللي يصنعها كل محاذي مع الريال أكسس، وتلاحظ بأنه بما أنه عندنا محاذيين إذن هذه قيمة الكيو هي راح تكون لها قيمتين فقط، وهي قيمة الصفر وقيمة الواحد. زين، وراح نشوف بأنه نعوض بالمعادلة 2 في 0 زائد 1 راح يطلع لنا 1، وتنظر في 180 وتتقسم على القيمة 2 لأنه هذا الفرق مثل ما حسبنا أنه عدد الزيروس 1 وعدد البولز 3، في الفرق بيناتهم يساوي 2. إذن عزيزي الطالب هنا راح يصير عندنا 2 في 0 زائد 1 معناته 1 في 180، ف 180 تقسيم 2 تطلع الزاوية الأولى هي 90، وإذا عوضنا قيمة الواحد بدل الكيو فصير 2 في 1 2 زائد 1 3، ف 3 في 180 تقسيم 2 فراح يصير عندنا 270 درجة، أو ممكن نكتبها ناقص 90 وهي نفس القيمة. إذا عندنا أحد المحاذيات بزاوية مقدارها 90 درجة، لاحظ هذا عزيزي الطالب، هذا المحاذي الأول بزاوية 90 درجة مع الريال أكسس البوزيتيف، والثاني بزاوية ماينس 90 درجة مع البوزيتيف ريال أكسس، أو ممكن نقول 270 درجة مع البوزيتيف ريال أكسس، وهذا هو المحاذي الأول المنقط، وهذا هو المحاذي بالخط المنقط الثاني. إذا وجدنا زاوية الميل بالنسبة للمحاذيات الأول والثاني بعد معرفة عددهم بأخذ الفرق بين عدد البولز وعدد الزيروس. الآن نحسب تقاطع المحاذيات مع الريال أكسس ونحسب قيمة سيجما لهذا الشيء. قيمة سيجما مثل ما قلنا تساوي summation of poles minus summation of zeros over number of poles minus number of zeros. احنا الفرق هذا قلنا بانه قيمته 2 لانه number of poles هو يساوي 3 و number of zero هو 1، فالفرق بيناتهم يساوي 2، وعندنا مجموع البولز نجي نجمع
البولز اللي موجودة عندنا راح يصير القيمة مالتهم كالتالي. عندي هنا قيمة صفر وعندي ناقص اثنين وعندي أيضا ناقص ثلاثة فصار القيمة الكلية هي ناقص خمسة، وعندي ناقص في الناقص صار زائدا واحد فصار المجموع هو أربعة تقسيم اثنين فراح يساوي عندي القيمة ناقصا اثنين. إذا مجموع البولز هو ناقصا خمسة ومجموع الزيروز هو ناقص واحد مضروب في إشارة سالبة فصار زائد واحد فصار عندي ناقص خمسة زائد واحد صار ناقص أربعة تقسيم اثنين يساوي ناقص اثنين، وهي نقطة تقاطع المحاذيات الأول والثاني مع البوزيتيف ريال أكسس. إذن هذه هي النقطة الثالثة هي تحديد المحاذيات ونقطة تقاطعها مع الريال أكسس وزوايا ميل كل منها حددناها في هذه الحالة. الآن عزيزي الطالب نجي إلى النقطة الرابعة وهي تحديد نقاط تقاطع الروت لوكاس مع الإيماجينري أكسس. هذه النقطة الرابعة المثال هذا ما أتطرق لها، وأنت تعرف بأنه حتى نحصل على نقاط تقاطع الروت لوكاس مع الإيماجينري أكسيس أنه نسوي الروث أري وناخذ قيمة كي اللي تجعل صفر موجود عندنا في العمود الأول للروث تيبل، وناخذ معادلة الأكزيلري ونحل المعادلة اللي الأكزيلري من اللي هي من الدرجة الثانية ونحصل على الروت الأول والروت الثاني راح تطلع عندنا كومبلكس كونجيجيتس وقيمة الكي هي نفس قيمة الكي اللي تصفر عندنا القيمة بالعمود الأول. الآن نجي على النقطة الخامسة وهي مطلوبة ومحددة هنا عندنا في المثال هذا يعني محلولة. هنا مطلوب من عندنا في النقطة الخامسة هي تحديد نقطة أو نقاط البريك أواي بوينت. نقصد بنقاط البريك أواي بوينت هي النقاط اللي يعني يتفرق فيها الروت لوكاس باتجاه مبتعدا عن الريال أكسس. لاحظ عزيزي طالب قلنا احنا عندنا الروت لوكاس يبدأ من هذا البول وينتهي بهذا الزيرو، وهنا ما عندنا بريك أواي بوينت، لكن عندي هذا البول وهذا البول أكو روت لوكاس يرسم واحد باتجاه الآخر ويوصل لنقطة معينة ويصير بريك أواي، هذا واحد يصعد للأعلى والآخر ينزل للأسفل، فهاي نقطة البريك أواي بوينت تقع بين الناقصة 2 وبين الناقصة 3 على الريال أكسس. نريد نطلع هذه النقطة، فإحنا شو نسوي؟ أول شيء نجيب معادلة الكاركتر equation ونتخلص من القيم اللي ما بيها كي ونكتب المعادلة بهذا الشكل بأنه نوضع الكي في جهة من المعادلة وباقي أجزاء المعادلة من الجهة الثانية. لاحظ عزيزي طالب كتبنا المعادلة بهذا الشكل P of S هي تساوي K وتساوي minus S times S plus 2 times S plus 3 over S plus 1. هذه المعادلة هي الكاركتريس إكويشن ولكن كتبناها بالشكل هذا أنه وضعنا الK بدلالة المتغير الكومبلكس فريكونسي اللي هو الS. إذن الآن راح نجي على عملية اشتقاق هذه المعادلة ومساواة المشتقة للصفر وحل المعادلة للحصول على قيمة S اللي تجعل المعادلة صحيحة. هنا اشتقينا المعادلة الخاصة بالكي بالنسبة للS وهي مشتقة قسمة دالتين وراح تكون العملية هي المقام في مشتقة البسط. لاحظ عزيزي الطالب هذا عندنا المقام زين هذا هو في مشتقة البسط، هذه هي مشتقة البسط طبعا الإشارة هي سالبة، هاي الإشارة سالبة نازلة عندنا. المفروض بعدين راح نقول ناقصا البسط في مشتقة المقام. لاحظ هذا هو البسط هو نفس هذه الكمية في مشتقة إيش المقام، المقام عندنا هو S زائد واحد فالمشتقة مالته واحد طبعا مقسومة على المقام تربيع. أعيدها مرة ثانية، طبعا إحنا لوجود الإشارة السالبة فتشوف أنه المقام في مشتقة البسط صار الجزء الثاني من المعادلة وهو ذو الإشارة السالبة لأنه عندنا المعادلة مضروبة في سالب. طبعا المفروض إحنا نقول سالب أو ناقص البسط في مشتقة المقام. لاحظ هنا أن البسط في مشتقة المقام لأنه الإشارة مضروبة بسالب فصار هو الجزء الأول من معادلة مشتقة حاصل قسمة دالتين. إذن مثل ما قلنا سابقا بأنه
هذه المعادلة نشتقها بالنسبة للأس، فرح تصير مثل ما قلنا سابقا المقام في مشتقة الباست، هذا هو المقام، هذا النزلة في مشتقة الباست هي هذه، طبعا الإشارة ما تم سالبة. بعدين ناقصا الباست اللي هو هذا نزلناه في مشتقة المقام اللي هو واحد، مقسوم على المقام تربيع، هذا هو الأس زائد واحد تربيع. نساوي المعادلة للصفر، إذن المشتقة مال كي بالنسبة للأس أو مشتقة البي أوف أس بالنسبة للأس نساويها للصفر ونحل المعادلة لاستخراج بي أم أس. صارت عندنا المعادلة بهذا الشكل بعد ما ضربنا الطرفين بي أس زائدا واحد تربيع، فتخلصنا من هذا الكسر أو هذا المقام، وصارت عندنا المعادلة بهذا الشكل بعد ما صفينا الحدود بالبسط وحلينا المعادلة وهي من الدرجة الثالثة وإيجاد ثلاثة جذور، ووجدت هي كالتالي: S تساوي ناقص 2.45 والتو روتس الأخرى هي minus 0.76 plus J أو 0.79 minus 0.76 و minus J 0.79. إذن هذه التو روتس الإيماجينري وهذا الريال روت، واحنا نعرف بانه المفروض القيمة البريك اواي بوينت المفروض تكون قيمة بين السالب 2 وبين السالب 3 وتقع على الريال اكسس، بما انه هذه القيمة هذا الروت وهذا الروت لا تقع على الريال اكسس، اذا نتركها نتجاهلها ونجعل هاي القيمة ونتأكد بانه قيمة هي موجودة بين الناقص 2 والناقص 3، هي فعلا ناقص 2.45 وهي تعتبر البريك اواي بوينت وهي موجودة في هذه النقطة، ومن عندها يتفرع الرسم للأعلى وللأسفل ويقترب من المحاذيات من الأعلى ويقترب أيضا من المحاذي بالنسبة للأسفل، ويكون عندنا هنا الرسم بطريقة صحيحة. هذه هي كانت النقطة الخامسة عزيزي الطالب، والآن نأتي إلى النقطة السادسة واللي نحدد بها زوايا مغادرة الروت لوكاس للبول وتحديد زوايا وصول الروت لوكاس في الزيرو. إذا لاحظ عزيزي الطالب هذه الفقرة تمثل حساب زوايا اللي يبتعد بيها الروت لوكاس من بول معين، لأن احنا قلنا رسم الروت لوكاس يبدأ من بول وينتهي في زيرو، وأيضا يحسب لنا بالنقطة السادسة هذه زاوية وصول الروت لوكاس إلى زيرو معين. هذا راح نشوفها مكتوبة على شكل قوانين ممكن عملية حساب الزوايا البول ديبارتشر وحساب الزيرو ارايفل باستخدام القانون الأول للبولز واستخدام القانون الثاني للزيروس. هذا القانون الأول نستخدمه من يكون عندنا مطلوب حساب زوايا مغادرة الروت لوكاس لبول معين. شو تساوي؟ زاوية المغادرة تساوي 180 درجة ناقصا مجموع الزوايا اللي يصنعها هذا البول مع باقي البولز زائدا مجموع الزوايا اللي يصنعها هذا البول مع باقي الزيروس. أريدك تنتبه هنا عزيز الطالب بأنه هنا عندنا الزاوية هي 180 والإشارة الأولى ناقص مجموع زوايا البولز، زين مجموع زوايا اللي تصنعها بقية البولز مع البول اللي مطلوب حساب زاوية الديبارتشر إليه، زائدا مجموع زوايا اللي يصنعها بقية الزيروس مع هذا البول. إذن هذا بالنسبة لحساب يسموها الانجل اوف ديبارتشر اوف روت لوكاس فروم ا بول، نحسبها بهذه المعادلة. أما بالنسبة لمعادلة وصول الروت لوكاس إلى زيرو معين فنستخدم القانون هذا التالي. هذا القانون ينص على أنه زاوية وصول الروت لوكاس باتجاه الزيرو تساوي 180 ناقصا مجموع الزوايا اللي يصنعها هذا الزيرو مع باقي الزيروس زائدا مجموع الزوايا اللي يصنعها هذا الزيرو مع باقي البولز. أريدك تنتبه على أنه هاي المعادلة الأولى والمعادلة الثانية تختلف في ترتيب الحدين هذا الثالث والثاني. طبعا عندنا الحد الأول هو 180، الحد الثاني للمعادلة هو مجموع الزوايا للبولز، لاحظ هنا للبولز،
وهنا أنا عندنا مجموع الزوايا للزيروس. هنا أنا بالعكس يصير مجموع الزوايا للزيروس ويجي وراها مجموع الزوايا للبولز. ولاحظ الإشارات هي ناقص بالنسبة للحد الثاني وزائد بالنسبة للحد الثالث، وعندنا 180 هي الحد الأول، وعندنا هنا ناقص بالنسبة للحد الثاني وزائد بالنسبة للحد الثالث، وعندنا 108 اللي هي الحد الأول إشارته طبعا موجبة. إذن باستخدام هذين القانونين ممكن أنه نحدد زوايا ابتعاد الروت لوكس من بول معين أو زاوية اقتراب الروت لوكس من زيرو معين. خلي نجرب فهمنا لهذين القانونين باستخدام هذا الفيجر وهذا المثال البسيط. هذا المثال ما يحتوي على أرقام، ولكن من عده نقدر نحسب قيم الزوايا باستخدام القانونين السالفين. الذكر لاحظ ان انا مكتوب construction of the root locus، ومطلوب من عندنا الانجل اوف ديبارتشر من البول. هذا البول اللي عندنا اللي مطلوب من عندنا حساب الديبارتشر انجل له. لاحظ ان الانجل اوف ديبارتشر لهذا البول مطلوبه. ان انا هذا الرسم ايش يحتوي؟ يحتوي على بول اول وبول ثاني وبول ثالث، وعندي زيرو واحد. اذا مطلوب من عندي زاويه مغادره الروت لوكس لهذا البول. شلون نحسبه؟ نرجع للقانون الاول، هذا اللي بالاعلى، هذا هو القانون، لانه هذا قانون المغادره للروت لوكس لبول ينطبق على هذا، لانه هذا بول وليس زيرو. اذا ايش راح نقول؟ راح نقول 180 حسب القانون اللي شفناه، 180 ناقصا مجموع الزوايا اللي يصنعها هذا البول مع باقي البولز. لاحظ عزيزي الطالب، هذا البول الأول وهذا عندنا البول الثاني، الزاوية بيناتهم شو نسميها؟ هنا حاليا نسميها ثيتا 2. إذا نحطها هنا أنا هذه ثيتا 2، والزاوية الأخرى اللي يصنعها مع البول الآخر اللي هي شنية ثيتا 1. لاحظ هنا أنا هاي ثيتا 1. إذن هذه الزاويتين هي الزوايا اللي يصنعها البولز الأخرى مع هذا البول اللي نحسب له حسب القانون. بعدين شو نكمل؟ نقول زائدا الزاوية اللي يصنعها زين هذا البول مع الزيروس الأخرى. طبعا أنا عندي زيرو واحد فقط، إذا ما عندي سميشن أو مجموع، إذا عندي فقط زاوية واحدة لهذا الزيرو فقط. إيش قد قيمة هذه الزاوية؟ فاي. إذا راح تصير الزاوية المغادرة هي 180 ناقصا مجموع زوايا البولز زائدا مجموع زوايا الزيروس. وشفنا أنه زوايا البولز هي ثيتا 1 وثيتا 2، والزاوية اللي صح الزيرو هي فاي. طبعا هاي التسميات تختلف باختلاف المصادر، وراح تشوف من خلال الأمثلة القادمة تشوف مرة تسمي الفاي هاي ثيتا ومرة تسمي هاي ثيتا فاي، يعني ماكو مشكلة. المهم أنه نعرف القانون يقول بأنه 180 ناقصة مجموع زوايا البولز زائد مجموع زوايا الزيروس. هذه هي قانون الديبارتشر بالنسبة للروت لوكاس لبول معين. هنا أنا أريدك تركز عزيزي الطالب في نقطة يعني مهمة، أنه حتى تحسب الزوايا هذه تحتاج إلى أخذ احتمال تراجونومتريك يعني فانكشن. مثلا ممكن نحسب الزاوية ثيتا 1 مثلا، لاحظ هذه هسه ثيتا 1 هاي الزاوية زين، نقدر احنا نحسبها بأنه قيمة الزاوية ناخذها أنه تان انفيرس. لاحظ هذا عدي المقابل، احنا هاي ثيتا 1 زين، الزاوية هذه اللي هي ثيتا 1 المقابل مالتها هو هذا الضلع، والمجاور لها هو هذا الضلع. تمام؟ إذا المقابل عندنا هذا الضلع والمجاور عندنا هذا الضلع، فممكن ناخذ تان انفيرس لهذا القيمة مقسومة على هذه القيمة. إذا تان انفيرس هذا الارتفاع على هذا الارتفاع، وممكن نقول هي الزاوية 90 هاي زائدا هذه الزاوية اللي مصنوعة هنا، يعني زاوية هاي الزاوية المحصورة بين الإيماجينال أكسس وبين هذا زين الفكتر. إذا هاي الزاوية شو تساوي؟ تساوي تان انفيرس المقابل يعتبر هاي القيمة على المجاور اللي هو هذا القيمة. فأنت بأي طريقة تحسبها ماكو مشكلة زين، بس هنا لما تحسب تان انفيرس هذا الضلع مقسوم على هذا الضلع لازم تحط إشارة سالبة، لأنه هاي القيمة زين بالنسبة للريال هاي هي سالب وهاي القيمة موجبة.
لكن من تريد تحسب هنا مثلا تقول هذا المقابل تاخذ سالب وهاي القيمة هي ايش موجبة تطلع لك زاوية تجمعها مع التسعين حتى تطلع لك الزاوية ثيتا وان. تمام. نقطة مهمة اخرى ايضا انبهك عليها عزيز الطالب انه من نريد احنا زاوية الزاوية اللي يصنعها هذا البول مع هذا البول الاخر دائما من عندي 2 poles واحد conjugate للثاني. فإذا أنت تحسب زاوية الديبارتشر بالنسبة لهذا البول زين راح تأخذ الزاوية مع هذا البول الأول دائما تطلع 90 درجة. هاي الزاوية 90. وإذا تريد تأخذ هاي الزاوية يعني مثلا إذا اعتبرت أنت هذا البول بدك تأخذ هذا الديبارتشر أنجل الزاوية لهذا البول أيضا مش راح تعتبر هنا هاي الزاوية هي أيضا إيش 90 درجة بس الإشارة شو تكون سالبة. هاي تخليها في الحسبان الزاوية تكون زاوية سالبة. هذه فقط ردت أنبهك عليها عزيزي الطالب. الآن نجي على مثال آخر لاحتساب الروت لوكس. Consider the control system. The angle of departure of the root locus at S1 equal to minus 1 plus J is represented by theta 1. هنا مطلوب عندنا زاوية المغادرة. مطلوب من عندنا حساب زاوية المغادرة للبول اللي قيمته ناقص 1 زائد J لهذا السيستم. لاحظ هنا عندنا unity feedback system. هذا النظام يتكون من 3 poles. ليش 3 poles؟ لأن عندي هذا pole عندي ناقص 3 وعندي 2 poles complex conjugates واحد من عندهم ناقص 1 زائد J والآخر هو ناقص 1 ناقص J. شلون عرفناهم؟ تحل باستخدام الدستور وتحلل هاي المعادلة إلى يعني قيمتيا إلى جذرين فيطلع الأول مثل ما ذكرنا يطلع S زائدا واحد ناقصا J والروت الثاني راح يطلع عندنا S زائدا واحد زائدا J. فهذا راح نقدر نشوفه. سقطنا هذه الروتس الخاصة بالبسط والمقام يعني الزيرو هذا هو قيمة ناقص 2 حطينا هنا الزيرو عند الناقص 2 وعندي 3 poles واحد عند الناقص 3 هذا البول اللي عند الناقص 3 وعندي 2 poles من هذه المعادلة هي عند الناقص 1 زائد J. هذا لاحظ نجي هنا باتجاه ريال ناقص 1 زائدا J وأيضا عندي روت آخر عند الناقص 1 ناقصا J. فحطيت هنا البول الأول والبول الثاني وأيضا وضعت البول الثالث عند الناقص 3 ووضعت الزيرو عند الناقص 2. الآن سقطت الروتس الخاصة بالترانسفير فانكشن مالتي على الأسبلين ومطلوب من عندي الآن حساب قلنا الديبارتشر انجل لهذا البول اللي هو ناقص 1 زائد جي. وينه؟ هذا هو اللي بالاعلى ناقص 1 زائد جي. بما انه هو بول فاذا القانون ينص على التالي الانجل اوف ديبارتشر لانه بول نقول ديبارتشر لكن لو كان زيرو كان قلنا الانجل اوف ارايفل لانه روت لوكس يصل الى الزيرو مبتعدا من بول أو بالنسبة لمثالنا هذا هذه اسمها angle of departure. ليش؟ لأنه root locus يبتعد من إيش؟ من البول متجها نحو الزيرو. القانون شينوس الانجل of departure يساوي 180 هاي عندنا من القانون ناقصا مجموع الزوايا اللي يصنعها البول مالتنا هذا مع باقي البولز. عندي هذا البول الأول وهذا عندي بول ثاني. نجي على هاي الزاوية الأولى اللي هي theta 2. هذا هسه البول مالتنا زين اكو فيكتور يرسم الى البول الثاني نشوف الزاويه مالته مع الريال اكسس الموجب ايش قد سميناها ثيتا 2 شي يساوي هاي الزاويه شو تساوي تساوي 90. ليش؟ لانه هذا كومبلكس كونجيجيت للثاني. فلاحظ هاي الزاويه عزيزي الطالب زاويه قائمه اللي هي بين الريال اكسس الموجب وبين الفيكتور المرسوم عموديا باتجاه الكومبلكس كونجيجيت او بالنسبه للبول الثاني. فاذا هاي الزاويه ثيتا 2 هي مقدارها 90. اذا لاحظ هاي الطالب هاي ثيتا 2 اجت قيمتها 90 زين. نجي على البول الثاني عزيز الطالب البول الثاني الزاوية اللي يصنعها هي ثيتا 4. هاي الزاوية هذا الروت الرابع يعتبر 5 ثيتا 4 اجت تساوي تساوي تان انفيرس المقابل على المجاور. إيش قد المقابل إيش قد الارتفاع هذا يساوي ارتفاع البول بالنسبة للماجينر إيش قد قيمته واحد.
هذه هو وحدة قياس واحدة على المخطط الخاص بالأسبلين، هذا هو واحد زين. والضلع المجاور لهذه الزاوية قيم تلاحظ من ناقص واحد دي ناقص ثلاثة، جلت كم وحدة؟ وحدتين قياس. إذن هو تان انفيرس الواحد على اثنين، طبعا واحد على اثنين هي نصف، تان انفيرس النصف عزيزي الطالب يطلع تقريبا 26 وكسر. هنا المصدر مقرب القيمة للثلاثين، ما أعرف لويش، المفروض هي 26.56 بالضبط. فأنت بالنسبة إليك تحسب بالمضبوط، تقول تان انفيرس الواحد على الاثنين ويطلع لك تان انفيرس النصف ويساوي 26.56 وتجمعها مع 90. هذه هي الزوايا اللي يصنعها البول مالتنا مع البولز الأخرى. الآن حسب القانون شو نقول؟ زائدا عزيزي الطالب هنا باوع، زائدا مجموع الزوايا اللي يصنعها هذا البول مع باقي الزيروس. أنا ما عندي غير بس زيرو واحد، فإذا عندي هاي الزاوية، هاي الزاوية اللي يصنعها هذا البول مع هذا الزيرو قيمتها ثيتا ثري، هنا نسميها فاي ثري، ماكو فرق، هنا ثيتا ثري هنا فاي ثري، المهم نعرف بأنه هي الزاوية الخاصة بالزيرو. هنا الفاي ثري عزيزي الطالب شو تساوي؟ المقابل إلها هو واحد والمجاور إلها واحد، فما دام المقابل والمجاور متساويات فالنسبة بيناتهم واحد، فتان إنفيرس الواحد هي 45 درجة وهذه الزاوية صحيحة، فراح يصير عندنا الرسم تقريبا 180 ناقصا 90 زائدا 26 وكسر زائدا 45 وتطلع النتيجة 105 تقريبا. طبعا هذا بعد إذا صححنا هذا القيمة 30 إلى 26 فتقريبا هاي الزاوية تطلع 101.4 تقريبا، تطلع هاي الزاوية 101.4. إذن هذا كان الزاوية الديبارتشر. لاحظ عايز الطالب الآن الرسمة هذه مالتنا، هذه الرسمة مالتنا عدناها مرة ثانية، ولكن بعد ما رسمنا زاوية الديبارتشر، لاحظ هاي الثيتا وان اللي حسبناها بالأعلى قلنا هي 101 تقريبا أو هذه القيمة، لاحظ هاي الزاوية، فلاحظ راح نرسم منحنى زين الروت لوكس قريب من عنده، إذن بزاوية إيش؟ مقدار الزاوية 100 مثل ما قلنا وواحد درجة. إذن هذه هي زاوية المغادرة بالنسبة للروت لوكاس. طبعا بما أنه الرسم مات الروت لوكاس هو سيمتري أباد ذا ريال أكسس، إذن أيضا زاوية الديبارتشر لهذا البول هي نفسها زاوية الديبارتشر بالنسبة للروت لوكاس بالأعلى، فرسمنا هذا الروت لوكاس ورسمنا أيضا هذا الروت لوكاس وبزاوية مقدارها لاحظ منها هنا هاي الزاوية شقد؟ ناقص 101، وهنا هاي الزاوية هي 101 تمام؟ هاي الزاوية هي 101 وهنا الزاوية هي ناقص 101. واضح عزيزي الطالب؟ وبهذا نكون قد انتهينا من النقطة رقم 6 وهي تحديد زوايا مغادرة الروت لوكاس بالنسبة لبول معين أو زوايا وصول الروت لوكاس إلى زيرو معين. زين نجي الآن إلى مثال آخر وهو رسم لزاوية الوصول للروت لوكاس من زيرو معين ومحددنا بزيرو قيمته 2 زائد جي 4. لاحظ عزيزي الطالب هذا المثال مطلوب من عندنا زاوية الوصول للروت لوكاس بالاقتراب من قيمة زيرو مقدار 2 زائد جي 4. لاحظ عزيزي الطالب هذا السيستم مالتنا هو يونتي فيدباك كنترول سيستم. لاحظ عندي بالبسط عندي 2 زيروس لأنه معادل من الدرجة الثانية، وعندي بالمقام 2 poles. البول الأول عندي ناقص 2 نزلناه على الرسم، هذا البول الأول رمزناه له بالرمز X، وعندي بول عندي ناقص 4 ورمزت له بالرمز X، هذا البول الأول والثاني. وعندي بالبسط 2 zeros. ليش 2 zeros؟ لأنه second order function عندي، أحلها باستخدام الدستور وأطلع الروت الأول والروت الثاني أو الزيرو الأول والزيرو الثاني، طلع عندي عند الاثنين زائد جي 4 واثنين ناقصا جي 4، لاحظ أحدهم كومبلكس كونجيت للثاني. إذا مطلوب عندي زاوية الوصول بالنسبة لهذا الزيرو. ليش سميناه زاوية الوصول؟ لأن الروت لوكس يوصل للزيرو، منين جاي؟ جاي من واحد من هذين البولز. وأيضا عندي هنا الروت لوكس
بالنسبة لهذا الزيرو يكون داخل إليه، فهي angle of arrival. إذا زاوية الوصول هنا هي نفسها زاوية الوصول هنا ولكن بعكس الإشارة. واضح عزيزي الطالب؟ إذا راح نقوم بعملية الحساب كالتالي: angle of arrival. ليش arrival مو departure؟ لأنه زيرو مثل ما قلنا، تساوي 180 ناقصا مجموع الزوايا مع باقي الزيروس. إذا أنا مو عندي هنا زيرو، الزاوية اللي صنعها هذا زيرو مع باقي الزيروس شقد اسمها ثيتا 3. هنا أنا مسميها فاي، ماكو فرق فاي أو ثيتا نفس الشيء، المهم أنه تمثل زاوية الزيرو. فهنا الثيتا 3 جد تساوي 90 نزلناها، إذا 180 ناقصا مجموع زوايا الزيروس. عندي زيرو واحد فقط وهو كومبلكس كونجيت، إذا الزاوية مالته شو تساوي؟ تساوي 90 درجة نزلتها، زائدا مجموع زوايا البولز اللي يصنعها مع الزيرو هذا. شوف أنا ما عندي هنا زيرو، كم بول عندي؟ واحد، أرسم الخط الأول، وعندي بول آخر اثنين، أما أرسم خط بيناتهم، فكتر بيناتهم، وأحدد الزاوية هاي اللي هي ثيتا اثنين وثيتا واحد. لاحظ عزيزي الطالب، المفروض أوجد قيمة ثيتا وان وثيتا تو. لاحظ هنا عندي قيمة الثيتا وان شو تساوي؟ تساوي المقابل اللي هو هذا الخط الأحمر على هذا المجاور، هذا كله منا لحد هنا. المقابل هو أربع وحدات، شوف هنا باتجاه الماجنة، شوف واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهو ارتفاع هذا الزيرو، هذا هو الجي أربعة، هذا الارتفاع مال هذا الضلع هو أربع وحدات. أما هذا الضلع اللي هو المجاور، شوف هنا العزيز طالب، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست قطع. إذن راح يكون تان انفيرس أربعة على ستة، أو ما معناته اثنين على ثلاثة. فتان انفيرس اثنين على ثلاثة عزيزي الطالب تقريبا يكون الناتج 33. هنا أيضا مقرب القيمة للثلاثين، هي المفروض هنا الزاوية 33. طبعا هنا صاير تقديم وتأخير بقيمة الثيتا 1 والثيتا 2، يعني من معوض بالمعادلة ثيتا 1 وثيتا 2 مقدم ومؤخر بهذه القيم. يعني الزاوية اللي احنا حسبناها حاليا ثيتا 1 اللي هي هاي اللي طلعت عدة 33 تقريبا، شوف هي مقابلها 45، لا هي يقصد هاي اللي هي 30 اللي احنا حسبناها فعلا هي 33. يعني هاي الزاوية اللي هي 30 هي الصحيح مالتها بدون تقريب هي 33. شو تساوي اللي هي ثيتا 1؟ تان انفيرس المقابل اللي هو الأربعة على المجاور اللي هو 6، المفروض تطلع هنا 33. نيجي على الزاوية الثانية اللي يصلحها البول الثاني مع هذا الزيرو، شو تساوي؟ المقابل أربعة وحدات والمجاور أربعة وحدات، فأربعة على أربعة واحد، تان انفيرس الواحد يساوي 45. إذن هاي الزاوية 45 ويتمثل الثيتا 2 في هذا الرسم أمامنا. إذن طلعت الزاوية هنا المفروض تطلع هنا 168، طلع هنا 165، لأن قلنا هاي الزاوية المفروض 33. المهم إنه هاي الزاوية هي 165. بالنسبة ليا زيرو، هذا الزيرو لاحظ، إذن المفروض أن الروت لوكاس يتوجه بزاوية لا هي خلينا نقول 180 ولا هي إيش 90، المفروض فالزاوية قريبة من هذا المستوى. لاحظ زاوية المفروض من هذا المستوى، وبالنسبة للرسم الثاني أيضا تكون بزاوية مقدارها بهذا الشكل، واللي هي الزاوية تكون ناقص 103 أو 162. فبهذا الحل نكون أنهينا هذا المثال لرسم زاوية الديبارتشر. إذن هذه الزاوية أنت تصنعها مع الريال أكسس، قلنا هذا الريال أكسس الموجب، نمرر الزاوية بمقدار 105 وشنو 60، ونرسم خط محاذي ونرسم بموازاته أو محاذي إلى الروت لوكاس. وهنا نفس الحالة، راح تكون زاوية ناقص 165، فراح نأخذ زاوية بمقدار ناقص 165، وراح يصير عندنا محاذي بهذا الشكل، ويرسم أيضا بموازاته أو بمحاذاته الروت لوكاس. وهذه كانت النقطة السادسة في رسم الروت لوكاس. نجي الآن عزيزي الطالب إلى النقطة رقم 7. النقطة رقم 7 أحيانا في سؤال معين يطلب من عندك حساب قيمة الأس، يعني قيمة الجذر عندما كي تساوي قيمة معينة، مثلا تقيمة معينة للكي،
أو بالعكس عند قيمة معينة لكي مطلوب حساب قيمة الأوبريتنج بوينت أو قيمة الأس أو قيمة الجذر لهذه الكي. فهذه ممكن أنه نحسبها باستخدام القوانين اللي راح نشوفها بعد قليل. إذن نشوف النقطة هذه شو تقول. The final step of the root locus. إذن هي النقطة السابعة، النقطة الأخيرة اللي رسم الروت لوكس. زين. Procedure are used to determine a root location S1 and the value Kx at the root location. إذن هو مطلوب من عندنا أحيانا حساب قيمة الكي لقيمة S محددة على الروت لوكس. النقاط اللي لازم نتبعها حتى نحصل المطلوب هو determine the root location that satisfy the phase criterion at the root SX. إذا لازم احنا نحدد الفيس كرايتيريان اللي من خلالها نعرف بأنه هذه الاس اكس قيمتها او موقعها يعني موجود على الروت لوكاس. بعد هذا نستخدم الكرايتيريان الخاص بالفيس بالطريقة التالية. زاوية البي اوف اس تساوي 180 زائد ناقص كيو في 360 درجة، وهذه قيمة الكيو تتغير بقيمة 1-2 إلى آخره. هذا راح نشوف أنه كيف يتم التعامل مع هذه الزاوية الخاصة بالروت اللي مطلوب حساب قيمة الكي ان. النقطة الأخرى اللي ممكن أنه نحتاجها أنه determine the parameter value kx at a specific root. يعني إذا كانت عندنا قيمة الـ sx معلومة زين ومطلوب من عندنا حساب قيمة الـ kx عندها، فممكن باستخدام الماغنيتيود زين يعني requirements بالنسبة للـ x وتحسب بالمعادلة التالية. حتكون هي multiplication of s plus pj مقسومة على multiplication of s plus zi عندما الـ s تساوي الـ sx. يعني هنا إذا انطانا قيمة للـ sx قيمة معينة وطلب حساب الـ k of x، فإحنا نعوض بدل كل s s of x زين جد القيمة نعوضها ونوجد الحاصل الضرب من j يساوي 1 إلى n من البولز، وأيضا نوجد الحاصل الضرب بالنسبة للأس زائد زي هنا الأس نعوضها SX، وأيضا نوجد حاصل الضرب ونقسم الناتج بالبسط على الناتج بالمقام ورح نحصل قيمة الكي في هذه الحالة. هذا بالنسبة إذا كان مطلوب من عندنا حساب قيمة كي لقيمة S معينة يطلبها من عندنا بالسؤال. الآن أكو حالات معينة خاصة أنه أحيانا يطلب الأوبريتنج بوينت لقيمة زيتا معينة. يعني إذا قال لك هذا سيستم معين وعندنا قيمة زيتا مثلا تساوي نصف، فأحسب لي مثلا قيمة الكي وأحسب لي قيمة البولز بالنسبة لي أو الروتس بالنسبة لمعادلة الترانسفير فانكشن لهذا السيستم عند هذه القيمة لزيتا. فأول شيء نعمله أنه نأخذ قيمة زيتا، نشوف قيمة الكوساين انفيرس إلى كم تساوي، نطلع قيمة زاوية، بعدين نسقط خط مستقيم بمقدار الزاوية اللي هي قيمتها ثيتا من النيجاتيف ريال اكسس باتجاه هذا الخط المستقيم. يعني احنا من ناخذ زيتا وناخذ لها كوساين انفيرس نحصل على زاوية. هاي الزاوية نرسم بها مستقيم، بس هاي الزاوية ناخذها مع النيجاتيف ريال اكسس ونرسم خط مستقيم بمقدار هاي الزاوية. يعني هاي الزاوية تكون محصورة بين النيجاتيف ريال اكسس وبين الخط المستقيم اللي احنا نرسمه. هذا الخط المستقيم راح يقطع الروت لوكس في نقطة معينة، هاي النقطة هي الاس اللي هي عزيزي الطالب هي نقطة العمل أو اللي هي الأوبريتنج بوينت لهذه قيمة الزد. إذا حصلت قيمة الأس من نقطة تقاطع هذا المستقيم مع الروت لوكاس، ممكن تعوض هذه قيمة الأس في هاي المعادلة وتحصل قيمة الكي من هذا زين التقاطع، وتعرف قيمة كي عند هذه قيمة الأوبريتنج بوينت أو هاي قيمة الأس أو هاي قيمة زيتا. هذه ممكن أنه نشوفها من أمثلة من راح تجينا تباعا. الآن عزيزي الطالب مطلوب من عندنا رسم، يعني هذا مثال إضافي عزيزي الطالب، هذا مثال إضافي بالنسبة للروت لوكاس وهو منظومة
تعتبر fourth order. لاحظ السيستم اللي أمامي هو 1 plus k over s to the power 4 plus 12 s to the power 3 plus 64 times s to the power 2 plus 128 s equal to 0. لاحظ عايز طالب هذه معادلة الكاركترستيك equation لسيستم معين. ممكن كتابتها بهذا الشكل وعمل فاكتورايزيشن لمقام هذه الدالة وحساب البولز الخاصة بالسيستم والزيروس. لاحظ ان انا ما عندي زيروس لهذا النظام ولكن هنا أنا عندي بولز مقدارهم 4 لانه المعادلة مثل ما قلنا هي fourth order system. الان عزيزي الطالب عرفنا من المعادله بانه النمبر اوف بولز هي 4، النمبر اوف زيروس هو 0، وممكن انه الرسمه مالتنا راح تبدا من 4 بولز وتنتهي عند الانفينيتي جميعهم، يعني الروت لوكاس يتكون من 4 اجزاء، كل جزء يبدي من بول ولكن الاجزاء هذه كلها تنتهي عند الانفينيتي لانه لا وجود لزيرو لهذا النظام. الان هذه النقطة الأولى قلنا تحديد عدد البولز والزيروس وتسقيطهم على الأسبلين. ولاحظ عزيزي الطالباني رسمت وسقطت هذه البولز على الأسبلين. لاحظنا عندي بول عند الزيرو وعندي بول عند الناقص 4 وأيضا عندي بول في هذه النقطة اللي هي 4 زين جي وعندي ناقصا 4 بالنسبة للريال بارت وعندي هنا أيضا البول هذا الآخر في هذه الحالة وعندنا أيضا هنا هذا البول الآخر اللي هو ناقصا 4 ناقصا 4 جي. إذن هذا البول الأول عند الزيرو وبول عند الناقص 4 وبول عند الناقص 4 زائدا جي 4 وأيضا عندنا بول عند الناقص 4 ناقصا جي 4. هذه مواقع البولز والزيروس حددناهم. الآن نجي على تحديد مناطق الروت لوكاس على الريال أكسس. لاحظ عزيزي الطالب من جهة الريال البوزيتيف لا يوجد روت لوكاس لأنه النمبر أوف روتس على اليمين هو مساوي للصفر وهو عدد زوجي إذا ما كروت لوكاس. نجي هنا في هاي النقطة لاحظ أنا عندي بول واحد على جهة اليمين، إذن عندي روت لوكاس موجود بين هذا البول الوحيد وما يليه. إذن هنا عندي الروت لوكاس موجود. ما بعد هذا لا يوجد عندي روت لوكاس. ليش؟ ما أنا عندي كومبلكس كونجيجيت وهو عدد يعني زوجي للبولز، فأنا من أبتعد بعد هاي النقطة راح يصير العدد 4 روت على جهة اليمين فما يكون عندي رسم للروت لوكاس. إذن هذا الخط الأزرق عزيزي الطالب يمثل روت لوكاس، هذا الخط الأزرق يمثل روت لوكاس لأنه موجود بين هذا البول وموجود بين هذا البول والعدد على يمين هاي النقطة هو 1 ويعتبر روت لوكاس موجود. الآن نحدد عدد الأسيمبتوتس ونحدد نقطة تقاطعهم مع الريال أكسس ونحدد زوايا الميل. أول شيء ليش عندنا 4 أسيمبتوتس؟ لأنه number of poles 4، number of zeros 0، فالفرق بيناتهم 4، إذن 4 محاذيات. إذن هنا الكيو مالتنا راح تمتد 0 1 2 3 هاي 4 قيم. إذا عوضنا 0 تطلع الزاوية 45، إذا عوضت الكيو هي 1 تطلع الزاوية 135، إذا عوضت الكيو 2 تطلع الزاوية 225، إذا عوضت الثلاثة بدل الكيو تطلع الزاوية 315. إذا هذه 4 زوايا تمثل زاوية الميل، هذا زاوية 45 بالنسبة للمحاذي الأول وهاي الزاوية 135 بالنسبة للمحاذي الثاني وهاي الزاوية هي 315 للمحاذي الثالث وهاي الزاوية هي 225 للمحاذي الرابع. إذن عزيزي طالب طلعنا الزوايا الأربعة اللي يصنعها المحاذيات الأربعة مع الريال أكسس. الآن نجي على نقطة تقاطع هذه المحاذيات مع الريال أكسس بحساب قيمة سيجما. سيجما equal to summation of pj minus summation of zi.
ونحسب. لاحظ احنا عندنا الفرق بين number of poles عن 0 يساوي 4 نزلنا. عندي مجموع البولز، عندي اول بول 0، ثاني بول ناقص 4، ثالث بول ناقص 4 ناقص جي 4، والرابع هو ناقص 4 زائد جي 4، اجمعهم كلهم ناقص سبمشن 0، ما عندي زيروس فناقص صفر. ما هنا ناقص 4 جي ويا زائد 4 جي راحت، وعندي ناقص 4 بناقص 4 بناقص 4، ايش قد صارت؟ ناقص 12 على 4 طلعت ناقص 3. اذا هذا عزيزي الطالب لاحظ ان هاي ناقص 3 هي نقطه تقاطع الاسيمتوتس او الخطوط المحاذيه مع الريال اكسس في هذه الحاله. اذا هذه تعتبر هي النقطة الثالثة لرسم الروت لوكاس. الآن نجي على نقاط تقاطع، هاي النقطة الرابعة، نقاط تقاطع الروت لوكاس مع الإيماجينري أكسس. أول شيء نجيب معادلة الكاركترستكس إكويشن نكتبها ونتخلص من الكسور، وتكون بهذا الشكل المرتب، وننزل الحدود الخاصة بالباور 4 اللي هي الأعداد الزوجية للأس اللي هي الأس أس 4 أس أس 2 أس أس 0، ننزل البارامترات أو المعاملات مالتها 1 64 كي، لاحظنا الواحد وهاي الـ 64 وهاي الكي ننزلهم. وبالنسبة للأسس الفردية اللي هي مال أس 3 وأس أس 1 اللي راح تكون 12 و128 نزلناهم. الآن المجاهيل اللي مطلوب من عندنا نحسبها هي البي 1 والسي 1 وباقي الماتريكس مالتنا الخاصة بالروث أري. لاحظ هنا البي 1 كيف تحسب؟ البي 1 تحسب بالشكل التالي 12 في 64 ناقص 128 في 1 على 12، وهذا هو حسابها، تطلع 53.33. وبالنسبة لهذا القيمة تحسب بالشكل التالي 12 في K ناقص 0 في 1 على 12 فتطلع القيمة K. واضح عزيزي الطالب؟ فهذا القيمة الـ B1 هي 53.33 والقيمة الثانية هي K. نحسب الـ C1 تحسب بالشكل التالي، وهي B1 مضروبة في 128، نعرف بأنه الـ B1 هي 53.33 وراح تكون بهذا الشكل 53.33 في 128 ناقصا K في 12 على B1 اللي هي 53.33، ومن عدة نحصل من المعادلة الخاصة عزيزي الطالب بالنسبة للسيوان نحصل بأنه الكي تساوي 568. يعني نحسب النقطة الأخيرة أو القيمة الأخيرة، هاي كيف نحسب القيمة؟ حتكون السيوان في الكي ناقصا صفر في بي على سيوان، فتبقى كي فقط في هذه الحالة. طبعا هالقيمة هنا تطلع صفر، يعني هنا لو نقول C1 في 0 ناقص 0 في B1 على C1 يطلع لنا 0، هذه القيمة حصلناها. الآن العمود الأول، متى يكون العمود الأول القيم مالته موجبة؟ عندما تكون K أكبر من الصفر، وعندما تكون قيمة C1 والB1 أكبر من الصفر. طبعا البي 1 ايش قد طلعناها؟ 53.33، هاي البي 1 موجبة ننتهي من عندها. زين عزيزي الطالب، أما C1 متى تكون موجبة؟ عندما تكون هذه الكمية أكبر من الصفر. فنسوي وسطين وطرفين 53 تروح، نودي هاي القيمة للجهة الثانية ونقسم على 12، تطلع عندنا قيمة الكي تساوي هذا المقدار. إذن هذا هو القيمة اللي هي تتراوح بينها قيمة كي اللي هي بين الصفر وال568. الآن ناخذ قيمة كي عزيز الطالب اللي هي 568 ونعوضها بالمعادلة الخاصة بالأكسيلري إكويشن اللي هي الأس تربيع. إذن معادلة الأكسيلري اللي هي تسبق المعادلة اللي من عندها نحسب الكي، احنا يا هو البارامتر اللي حسبنا من عند الكي سي 1 لأعضاء سي 1 حسبنا من عند الكي، المعادلة اللي تسبقها هي الأس تربيع. نطلع المعادلة شنو هي؟ الأكسيلري. حنقول بي 1 في الأس تربيع ايش قد البي 1؟ حيات البي 1 حسبناه اللي هو 53.33، بي 1 في الأس تربيع زائد كي، ايش قد طلعنا الكي؟ 568.89. لاحظ عزيزي طالب هذه قيمة الكي تجعل العمود الأول حاويا على الصفر، بما معناه أنه قيمة كي هي قيمة كي اللي عدها الروت لوكس يعبر أو يقطع الإيماجينري أكسس. إذن قيمة الكي هذه اللي هي 568
هذه قيمة الكي، هي القيمة اللي تجعل لنا هذا المقدار صفرا، هذا اللي هو قيمة السيوان تجعل إيش صفرا. زين عزيز الطالب، إذا قيمة الكي اللي هي 568.89 تجعل السيوان تساوي صفرا. القيمة اللي تجعل البارامتر بالعمود الأول من الروث روث أري صفرا هي القيمة اللي عدها يعبر الروت لوكاس الإيماجيني أو يقطع الروت لوكاس الإيماجيني أكسس. إذن من هذه المعادلة الخاصة بالأكسيلري إكويشن أعوض بدل البي 1 قيمة 53 وأعوض بدل الكي زين ما يعاد ما يقابله اللي هو 568.89 وأحل هذه المعادلة أنه سحب مننا قيمة البي 1 عامل مشترك اللي هو 53.33 عامل مشترك، فصار عدة تو روتس هي S زائدا 3.266 جي والقيمة الثانية هي S ناقصا 3.266 جي. إذن هذه هي، لاحظ عزيزي الطالب، هذه التو روتس اللي يعبر بها الروت لوكاس الإيماجينري أكسس أو يقطع بها الإيماجينري أكسس. إذن أنا عندي قيمة 3.266 جي باتجاه الموجب، هاي القيمة، وعندي هنا أيضا قيمة ناقصا 3.266 جي اللي هي يقطع بيها الإيماجينري أكسس، نقصد الروت لوكاس يقطع الإيماجينري أكسس بيها. إذن هذه هي نقاط زين تقاطع الروت لوكاس مع الإيماجينري أكسس حددناها من خلال هذه العملية. نجي على نقاط البريك أواي بوينت. نقصد بالبريك أواي بوينت إنه من عندنا هذا الرسم عزيزي الطالب اللي أمامنا، إحنا قلنا بأنه عندنا فور بولز، هذا البول الأول عند الزيرو، وهذا عندي بول عند الناقص 4، وعندي هنا أنا بول زين عند الناقص 4 زادا جي 4، وعندي بول هنا عند الناقص 4 ناقصا جي 4. فهنا المفروض بين هذا البول وبين هذا البول اكو نقطة بريك اواي بوينت للأعلى وللأسفل، فنريد نحدد هاي النقطة. المفروض هاي النقطة تقع بين الصفر والناقص 4، فشون نحدد عزيزي الطالب؟ نرجع إلى الكاركترستيك إكويشن مالتنا. زين عزيزي الطالب، نكتبها بحيث انه تصير بالشكل كي يساوي ما يعادل من قيمة المعادلة الخاصة بالكاركترستيك إكويشن. يعني احنا عندنا هذه المعادلة الكاركترستيك إكويشن، نبقي الكي والمتبقي نحوله للجهة الثانية. ليش؟ حتى نقدر نشتاق معادلة الكي بالنسبة للصفر، هاي الكي تساوي هذا حولناها للجهة الثانية فصارت الإشارة مالتها سالبة. الآن اشتق هاي المعادلة وأساويها للصفر، اشتقيتها وساويتها للصفر، بعد هذا شو أسوي؟ أحل المعادلة أوجد الجذور. بما أنه هي أس أس 4 من اشتقها تصير أس أس 3، إذن راح يصير عندي 3 جذور. لاحظ هي الجذور كالتالي، الأس يساوي ناقص 1.57، والجذر الثاني والثالث هي كومبس كونجيجيت اللي واحد من عندهم ناقص 3.7 زائدا جي 2.5، والروت الآخر ناقص 3.7 ناقصا جي 2.5. لاحظ عزيز طالب، البريك اواي بوينت يجب ان تكون قيمة ريال لانها نقطة تباعد عن الريال اكسس، فهذه القيمة اللي ناقص 1.57 هي نقطة البريك اواي بوينت، وراح نسقطها هنا على الرسم عند هاي النقطة. لاحظ هاي النقطة هي بين الناقص 1 والناقص 2 اللي هي البريك اواي بوينت، هي 1.57 في هذه الحالة. الآن عزيزي الطالب، مطلوب من عندنا الديبارتشر أنجلز الخاصة بالبول هذا والبول هذا. يعني احنا بالنسبة للروت لوكس ماتنا صار هذا الروت لوكس يجي باتجاه البريك أواي بوينت، وهذا يجي البول أيضا باتجاه الروت لوكس ماتنا باتجاه البريك أواي بوينت، واحد يصعد للأعلى وواحد ينزل للأسفل، هذا يصير عندي الروت لوكس. أما بالنسبة لهذول التو بولز فهو راح يرسم بزاوية معينة، أريد نحدد زاوية الابتعاد للروت لوكاس عن البول الأول وما يناظره اللي هو البول الثاني. إذن الأنجل أوف ديبارتشر مطلوبة بالنسبة للبول الأول، هذا البي 1 اللي هي هاي الثيتا 1 نريد نحسبها.
فرح نقول اللي هي الزاوية ما تساوي 180 ناقصا مجموع الزوايا مع البولز، ناقصا مجموع الزوايا، فحولناها للجهة الثانية فصارت إشارة موجبة. فإذا مجموع الزوايا مع البولز عزيزي الطالب شو تساوي؟ واحد من عندهم زين من الزوايا اللي هي ثيتا 1 اللي احنا رايديها اللي هي مطلوبة اللي هي مجهولة، ثيتا 1 هاي مجهولة زين، هذا البول يصنع زاوية مقدارها شقد مع هذا البول الثاني؟ زاوية 90. إذا نزلنا هاي الزاوية 90، وأيضا عندي هذا البول اللي عند الناقص 4 أيضا يصنع زاوية مقدارها 90 مع البول P1، إذا أيضا زائدا 90. وعندي أيضا هذا البول اللي عند الصفر يصنع زاوية مقدارها ثيتا 3، إذن لازم أنا أحسب الزاوية اللي قيمتها ثيتا 3. شو تساوي هاي الزاوية؟ هي زاوية 90 زائد هاي الزاوية اللي تان إنفيرس المقابل اللي هو 4 وحدات على المجاور 4 تطلع 45، ف 45 زائد 90 تطلع 135. إذن حسبنا ثيتا 3 نعوضها بالمعادلة اللي بالأعلى، فيصير عندنا 90 زائد 90 زائد 135 مجموعهم نطرحها زين من 180 فتطلع عندنا الثيتا 1، وطلعت عندنا الثيتا 1 تساوي 225. اذا في هذه الحاله هاي الزاويه ثيتا 1 لاحظ عزيزي الطالب هي اكثر من 180، مقدارها قد 225. وبالنسبه لهاي الزاويه الاخرى حتكون هي ناقص 225 او اللي هي 135 في هذه الحاله. فإذا عزيزي الطالب بالنسبة لهذا البول روت لوكاس راح يجي بهذا الاتجاه ويسير بمحاذاة هذا الخط المستقيم أو الأسمتوت، وبالنسبة لهذا الروت لوكاس راح يسير باتجاه هذا الخط المحاذي إليه ويمشي بموازاته إلى الإنفينيتي. أما بالنسبة لهذا البول الأول وهذا البول الثاني فراح يسير واحدهم باتجاه الآخر ويلتقون عند نقطة البريك أبوي بوينت اللي وجدناها اللي هي ماينس 1.57، ويبتعد أحدهم باتجاه الإنفينيتي وأحدهم باتجاه الماينس إنفينيتي، والرسم راح يكون بهذا الشكل تقريبا. لاحظ عزيزي الطالب هذا الرسم بالنسبة للبول الأول يجي باتجاه نقطة البريك أواي بوينت، وبالنسبة للرسم الثاني باتجاه البريك أواي بوينت، ويبتعد نحو الأعلى ونحو الأسفل وبموازاة ومحاذاة المستقيم اللي بزاوية حاليا هنا 315 درجة وهنا بزاوية 45 درجة ويمتد المحاذي. الآن عزيزي الطالب طلب من عندنا انه نوجد قيمة الروت عند القيمة الخاصة للسيستم بأنه تكون زيتا تساوي 0.707. عزيزي الطالب مطلوب من عندنا ايجاد نقطة العمل، نقطة اس معينة لجذر معين، وقيمة الزيتا لهذه نقطة العمل هي 0.707. اذا ناخذ هذا القيمة عزيزي الطالب اللي هي زيتا، وناخذ كوساين انفيرس لها، وراح نشوف بأن الزاوية مقدارها تطلع 45. نجي نصنع زاوية مقدارها 45 مع الريال اكسس النيجاتيف، هاي الزاوية هي 45 مع النيجاتيف ريال اكسس، ونرسم خط مستقيم يقطع الروت لوكس بنقطة، هاي النقطة هي الاس 1. عزيزي الطالب هذه نقطة الاس 1 لها ريال معين ولها ايماجينري معين. قيمة هذه الاس 1 لو اخذناها وعوضناها بالمعادلة الخاصة لحساب الكي راح نحصل على قيمة الكي هي 126 في هذه الحالة. اذا عزيزي الطالب ده تشوف بانه الرسمة مالتنا اصبحت بهذا الشكل. لاحظ الرسمة مالتنا اصبحت بهذا الشكل، هذا الروت لوكاس، هذا الجزء الاول وهذا الجزء الثاني، والجزء الثالث يجي بهذا الاتجاه والجزء الرابع يجي بهذا الاتجاه. وهذا الرسم نفسه ولكن باستخدام الماتلاب، باستخدام الكمبيوتر. لاحظ هنا عندنا بول عند الزيرو وعند الماينس 4 وعند الماينس 4 بلس جي 4 وعند الماينس 4 ماينس جي 4، والرسمة كانت بهذا الشكل.
إلى هنا أعزائي الطلبة نأتي على نهاية محاضرتنا لهذا اليوم.